تحديدا ردود الفعل من الجهات الإسرائيلية أو الإعلام الإسرائيلي للتوضيح أكثر. نتحدث أن الإعلام الإسرائيلي منذ ساعات هذا العصر فتح استوديوهاته الخاصة للبدء في التحليل حول الإعلان أو شبه الإعلان على اغتيال قائد حركة حماس والكبير في حركة حماس يحيى السنوار. نحن نتحدث أن الشرطة الإسرائيلية ذكرت قبل قليل أن الإعلان أو شبهات حول اغتيال أو إعلان وفاة يحيى السنوار أو استشهاده تتعالى لحظة بعد لحظة، لكن منذ ساعات العصر حتى هذه اللحظة عندما نتابع ونرصد نرى أن فعلا هناك صمت سياسي إسرائيلي اتجاه هذا الحدث. المحللين العسكريين في الإعلام العبري هم من يتحدثون ويحللون، لكن المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأيضا السياسيين الإسرائيليين منذ ساعات العصر حتى هذه اللحظة يلتزمون الصمت، وهذا غريب، ربما لأول مرة يتم الصمت بهذا الكم الهائل من المسؤولين والسياسيين. لكن نحن نتحدث أن أيضا بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تل أبيب أعلن قبل قليل عن اجتماع أمني عند مساء هذا اليوم عند الساعة 8 مع قادة الأجهزة الأمنية وأيضا عدد من الوزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي. حتى الآن لا توجد خلفية واضحة حول هذا الاجتماع، لكن يعني ربما إن نحلل فالحديث يدور حول قضية استشهاد أو اغتيال كما يدعون أو كما تدعي وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار. لكن لنبحث في أمر مهم وهو الجامع ما بين وسائل الإعلام الإسرائيلية. عندما يتحدثون بعض من الإسرائيليين أو المستوطنين أنه تم اغتيال السنوار، فإن هذه العملية هي ليست باغتيال، إنما الجيش الإسرائيلي كما جاء على لسان القناة 12 العبرية والصحف العبرية يتحدثون أن كان هناك اشتباكات ما بين عناصر من حركة حماس والجيش الإسرائيلي، ولم تكن هناك أي معلومات استخبارية حول مكان يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة والعالم. يعني هذا الحديث المؤكد والجامع بين وسائل الإعلام الإسرائيلية. أما على صعيد الردود، يعني فعلا نحن نتحدث عن ساعات ولحظات حاسمة غير طبيعية، هناك تخبطات بين وسائل الإعلام العبرية والمصادر والسياسيين. عندما نتحدث أن يعني قبل قليل أيضا هيئة البث الإسرائيلية تتحدث حول يعني بعد فحص الدي ان اي او بعد الفحص الاولي للحمض النووي ان هناك شبهات تعود ان هذه الجثمان او الجثه التي عثر عليها تعود الى قائد حركه حماس يحيى السنوار. لكن كل ما زلنا نتحدث ان كل هذا فقط يحتصر على الاعلام العبري. حتى هذه اللحظه المسؤول عن هذا الاعلان المباشر في مثل هكذا حالات هو فقط الجيش الإسرائيلي أو المتحدث باسمه أو حكومة الاحتلال، حكومة تل أبيب أو على رئيسها بنيامين نتنياهو، هم فقط المخولون بالتحدث عن هذا الأمر. لا وجود أي حديث رسمي حتى الآن حول الإعلان الرسمي، لكن نحن نتحدث أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتناقل الخبر عن اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار. طبعا لننقل قليلا ونصب اين يجد التوتر. التوتر اليوم متواجد لدى عائلات عائلات المحتجزين الأسرى لدى حركة حماس. يعني بدأت البلبلة منذ ساعة من الآن ما بين منتدى أهالي الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة وما بين الحكومة الإسرائيلية، وبدأ خوف الإسرائيليين والمستوطنين من هذه القضية. عندما نتحدث
أنه يعني كان هناك مطالبة حتى الآن يعني وقبل قليل مرة أخرى من قبل أهالي المحتجزين أو أهالي الأسرى المحتجزين في لدى حركة حماس في قطاع غزة، مطالبين نتنياهو بإيقاف حتى الآن إيقاف الحرب الفورية على قطاع غزة. يعني حتى قضية أو الحديث حول اغتيال يحيى السنوار أيضا هذا ما زال يشكل الانقسام بداخل الشارع الإسرائيلي. نعم. حتى لبيد رئيس المعارضة في الكنيست الصهيوني تحدث قبل قليل أن ما زالت هناك فرص تاريخية لإبرام صفقة تبادل أسرى، لكن إذا تأكد خبر اغتيال يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة فهذا سوف يحدث أو سوف يستصعب من الإكمال في اتفاقية أو اتفاق عملية تبادل أسرى ما بين الاحتلال وحركة حماس.